الدين سراج الهداية والفرقان وشرح صدور السائلين بنور المغفرة والإيمان وأكرم عباده المؤمنين في صيام شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد سبحان من فتح لهم أبواب الرحمة والرضوان ووهبهم دخول باب من أبواب الجنان كما أخبرنا نبي آخر الزمان إن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا قائم شهر رمضان. الله أكبر الله